وإن شاء الله نبدأ ببعض الأسئلة ثم نكمل حيث يشاء الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح في هذا الدرس فتوح من عنده، فتوح العارفين بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام ورحمة الله. أول شيء إخواني، أول سؤال، أحد الإخوة يظهر أنه شايف الخاتم اللي إحنا حاطينه في الإيد، فبيسألنا عن الخاتم أو الخاتم. هذا الخاتم بقول يعني من ناحية سنة، يعني في أي يد يلبس، في اليمين أم اليسار؟ وحتى أنه بعد التعليقات، يعني شاهدت أحد التعليقات أنه شخص يعترض أنه إحنا بنقوم بلبس الخاتم في اليد الشمال، وبقول أنه السنة في اليد اليمين. وهذا إخواني يعني بخلاف ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث اختلف العلماء. ولكن أصح الصحيح اللي موجود في صحيح مسلم أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم باليد الشمال في الخنصر أو البنصر، يعني إما في هذا الإصبع الأول أو في الإصبع الثاني، هدول واردين عنه صلى الله عليه وسلم في اليد الشمال. وبعض الأقوال الأخرى، خلينا نقول الأقل منها صحة، تتكلم عن اليد اليمين. والاختلاف إخواني يعني يطيح ويعطي الإنسان رخصة أنه هو يتصرف كما يريد. يعني أنا على سبيل المثال، يعني لما أضع الخاتم في الخنصر يعني بيكون سهل أنه يسقط، عشان هيك بفضل أن أحطه في البنصر، ليس لشيء آخر. ولكن لو كان هذا الخاتم أصغر لبسته فين؟ في الخنصر، يعني في أقوى الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وللي بحب يعرف إخواني، يعني يظهر الإخوان على المباشر بالدق أو بتتبعوا أقل الحركات عندي، بيسألون عن الخاتم نفسه، هل هذا حجر كريم؟ فنقول لا إخواني، هذا حجر زجاجي، يعني إذا وقع راح ينكسر. يعني إحنا والحمد لله يعني نلبس الخاتم فقط لأنه سنة، لو كان خاتم من حديد لأنه سنة فقط لا غير، نتختم بهذا الخاتم، وهو ليس بحجر كريم. يعني كل ثمنه لما اشتريناه كان اللي جاب لنا اياه جابوا 40 شيكل، حفر عليه كلام من الداخل، يعني مع بعضهم تقريبا 40 شيكل، تقريبا 10 دولارات ثمن هذا الخاتم. لهذا للمعرفه للي بحب انه هو يعرف. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اللي موجود، احد الاخوان يعني ونحن نتكلم في الامس في امور السحر، يعني يطرح سؤال وطرح في اكثر من مره عن يأجوج، عن هاروت وماروت، عن الملكين هاروت وماروت. فالملكين هاروت وماروت إخواني يعني من السنة، يعني ذكروا في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك حديث حسن غريب في المسند الإمام أحمد بن حنبل، يتكلم أنه في تكملة كلام الله سبحانه وتعالى، يعني لما قال سبحانه وتعالى في الآية 30 من سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا الحديث يعني يكمل أن الملائكة أن لما قالت هذا الكلام لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: هلموا إلي بملكين. يعني إذا أنتم اعتقدتوا أنكم في أنكم قدرة وفي أنكم علم في أمور الغيب، هلموا اختاروا أفضل ملكين عندكم معرفة في أمور أو في العلوم في السماوات. قالوا: ربنا هاروت وماروت. يعني يا الله، نحن نختار هاروت وماروت. قال: اهبط الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يطلب من هاروت وماروت أن يهبطوا إلى الأرض. وكما نعلم إخواني، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض كمحطة ابتلاء. يعني الأمور الموجودة في السماوات هي حال معين، وتختلف هذا الحال إمتان؟ عندما يهبط الإنسان إلى الأرض، يصبح في دار البلاء والابتلاء. فلما قال اهبط الأرض، بمقصد أنه الصفات اللي موجودة عند الملائكة ستتغير وتتناسب مع إيش؟ مع هذه الأرض. وهذا لا يعني إخوان الملائكة التي تتنزل بأمر الله والتي تقوم بالعمل في الأرض أنه حالها يتغير. يعني هناك مكان وهناك مقام، فهنا نقول اهبط الأرض يعني مقاما ومكانا، وليس مكانا فقط. يعني على سبيل المثال، احنا بنعرف انه الجنة مالها؟ هي دار النعم، وفي الجنة لا يرى شخص عورة الآخر حتى لو لم يكن يرتدي الملابس.
ولكن احنا بنعرف انه لما ادم وحواء اكلا من الشجره بدت لهما عورتهما وهما فين؟ داخل الجنه. فهذا بنسميه هبوط مقامي داخل المكان، يعني هم لسه موجودين داخل الجنه، انتقلوا من مقام الى مقام اخر، من مقام النعمه او السكينه او عدم رؤيه العوره خلينا نقول الى مقام اخر اقل، اصبح بامكان الواحد فيهم ان يرى عوره الاخر. فلما يقول سبحانه وتعالى اهبط الارض لهاروت وماروت في هذا المقام، فهذا يعني نقله مقاميه ومكانيه في نفس الوقت، يعني صفات هاروت وماروت ستتغير عند وصولهم الى الارض. فلما هبط الارض، يعني في تكمله الحديث انا يعني اتي بكلمات الحديث وبنفس الوقت الشرح، يعني هو اقرب ما يكون لشرح منه سرد للحديث. فلما هبط الله، لما اهبطهم الله سبحانه وتعالى الى الارض، ارسل لهم امراه، ويقال ان الله سبحانه وتعالى يعني شكل كوكب الزهره على شكل امراه جميله جدا، وجاءت لهاروت وماروت كنوع من الابتلاء او الفتنه. الله سبحانه وتعالى يفتنهم بهذه الامراه ويبتليهم ويختبرهم ان كان في عندهم القدره ان هم يكونوا كما قالوا في السماوات. فجاءت هذه المراه، فلما راياها يعني مجرد ما شافوها وشافوا جمالها ما قدروا يصبروا، سالاها المعصيه، سالاها المعصيه. هون اخواني يعني دلاله على انه هاروت وماروت في هذا الهبوط المكاني كأنه الله سبحانه وتعالى شكلهم في على شكل الرجال. احنا بنعرف ان الملائكة في تصنيفنا لهم رجال ولهم إناث، يعني لا نقول ان الملك لا ذكر ولا أنثى، ما في تصنيف، هو ملك مخلوق. انما في هذه الحادثة يعني هذا الحديث شو بدلنا؟ بدلنا على انه هذا الهبوط المقامي يعني صار فيه تغيير حتى في ايش؟ في فكرة الجنس، من انه هو جنس مخصوص الى نوع معين داخل هذا الجنس ألا وهو الذكورة. فلما رأياها سألاها المعصية، يعني مباشرة يعني طلبوا منها إنها تقوم بالمعصية والفاحشة، فأبت، يعني رفضت هذه الامرأة الجميلة إلا أن يكلم بتلك الكلمة من الكفر، يعني اشركوا بالله وقولوا ما يدل على الشرك بالله، يعني بعمل معكم المعصية. يعني وهذا نوع من الابتلاء. كيف يعني احنا هلا في ابتلائنا مع الشياطين ومع الابليس، لما تكون في حرب من الشيطان، شيطان الجن على الانسان يبتليه بنصب وعذاب وهم وغم، فان هذا الانسان خرج من دينه وانقلب على عقبه واشرك بالله سبحانه وتعالى، بتركه الشيطان، بخفف هذه الحرب عنه حتى انه يبقيه ويخرجه من دائرة الايمان. أما إن تبقى هذا الإنسان على دينه وعلى إيمانه وشد على هذا الدين، يعني حرب الشيطان تستمر مع هذا الإنسان. عشان هيك الإنسان دائما أشد بلوى وأعظم ابتلاء ومصيبته أكبر في كل أحواله. فنقول يعني هذه الإمرأة كانت محطة ابتلاء، الله سبحانه وتعالى ابتلى فيها هاروت وماروت، فلما سألها المعصية أبت إلا أن يكلم بتلك الكلمة من الكفر. هاروت وماروت طبعا من اعظم الملائكة اللي كانوا في السماوات، وبيعرفوا مقام الله سبحانه وتعالى، وبيعرفوا ان الله سبحانه وتعالى حق، ولا يمكن ان يقوموا بتبديل كلمة التوحيد بكلمة الشرك، مستحيل، هذا غير وارد عندهم. عشان هيك رفض هاروت وماروت انهم يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فذهبت هذه الامرأة عنهم وعادت في المرة الثانية ومعها طفل تحمله، يعني كانوا معها طفل صغير، ولد صغير، إما أنها بتحمله أو أنه مثلا ولد صغير واعي أو إشي، يعني المهم أنه طفل صغير، وهذه المرأة تحمله. فسألها المعصي للمرة الثانية، يعني كمان لما شافوها المرة الثانية، في المرة الثانية سألوها المعصي، فأبت إلا أن يقتل الصبي، يعني أنهم إذا قتلوا الصبي اللي هي يعني كأنه الله سبحانه وتعالى بيعلمنا يعني الأمور العظيمة التي يجب أن نبتعد عنها حتى لا نضل. يعني أول شيء الشرك بالله سبحانه وتعالى عظمها، وبعدين هو إيش عمالنا نتكلم عن القتل، فكان سبحانه وتعالى بعلمنا أنه من أعظم الأمور التي على الإنسان أن يجتنبها في هذا المقام هي الدماء، ونعلم أنه يوم القيامة أول ما يقضى فيه الدماء، ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله سبحانه وتعالى من إهراق دم إنسان مسلم واحد.
عشان هيك الدماء عظيمة جدا جدا. وليحذر القاتل من قاتل لا يموت، يعني هذا القاتل الذي يقتل وهو قاصد القتل قد يكون عذابه في نار جهنم بلا موت، يعني ستقتل جهنم مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا إلى ما لا انتهاء، يعني في سيعذب في نار جهنم. عشان هيك في المرة الثانية كما قلنا إنه أتت هذه المرأة ومعها صبي تحمله أو طفل تحمله، فسألها المعصية فقالت اقتل الصبي، يعني أقوم بهذه المعصية، فرفض، يعني ما قبل هاروت وماروت أنهم يقتلوا هذا الصبي، فذهبت هذه المرة الثانية. وفي الحديث يعني يقال إنه عادت هذه المرأة للمرة الثالثة ومعها قدح من خمر، يعني أنينة خمر أو قدح أو كوب أو شيء من هذا القبيل، فسألها المعصية هذه المرة الثالثة كانت، فأبت إلا أن يشربا من الخمر، يعني قالت لهم اشربوا من الخمر، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث بيعلمنا حبائل الشيطان. الشيطان بيبدأ معك من الكبيرة، ما يدريش عليك شو بيسوي، بيصغر، ما يدريش عليك بيصغر، ما يدريش عليك بيصغر، ما يدريش عليك بيصغر، لحد ما يوصل معك لمرحلة إنك أنت توافق. شو بيصير؟ بيرجع بيكبر وبيكبر بيكبر. ليش؟ لأنه من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. لما يوصل معك لمرحلة القبول شو بيصير؟ إذا أنت سويتها بيصير عليك أسهل أنك تسوي اللي بعديها وأسهل أنك تسوي اللي بعديها، وفي النهاية بوصل معك لأول مرحلة اللي هي الشرك. عشان هيك المسلم يعني المفروض أنه يكون كيس فطن، ما يقبل حبائل الشيطان ولا يرد على الشيطان مهما كان الأمر اللي بتعوه عليه الشيطان مهما كان صغير. والصحابة الصالحين والتابعين والصالحين اللي بعدهم كانوا يقولوا إنا نرى الصغائر كأنها كبائر، يعني كانت الشغلة الصغيرة شو يشوفها قد الكبيرة. ليش؟ لأنه هاي الصغيرة شو بدها تسوي؟ بدها تجرجر لفين؟ للكبيرة. وإحنا وللأسف اليوم يعني حتى الشغلة الكبيرة شو عمالنا نشوفها كأنها صغيرة، يعني انقلبت الموازين فأصبحنا نرى الكبائر على أنها صغائر. يعني الواحد بيكون عماله بيسوي شغلة كبيرة بتقول له ليش فلان؟ بقول لك شو سويت؟ سويت الشيء كل الناس بتسوي هالإشي، يعني مش شيء كتير. عشان هيك أصبحنا نرى الكبائر وللأسف صغار. عشان هيك إخواني يعني هذه الطلب الثالث اللي طلبته الإمرأة، هذه الإمرأة من هاروت وماروت. هاروت وماروت بدأوا يتشاوروا بيناتهم، شو رأيك يا هاروت شو رأيك يا ماروت؟ قالوا بين بعضهم نسكر ونقوم بالمعصية ونتوب لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. فسكر يعني شرب الخمر، فما أن شرب الخمر إلا أن قتل الصبي، ثم وطأ الإمرأة، ثم كلموا بكلمة الشرك. وهم إيش؟ وهم عقلهم مش معهم، لأنه إحنا بنقول الخمر مالها أم الخبائث، يعني قاموا بكل المعاصي اللي رفض انهم يقوموا فيها ايمتا؟ مع شربهم للخمر. وهذا اللي حدثنا عنه انه حبائل الشيطان عظيمة جدا. فهذا المقام اللي موجود فيه هاروت وماروت في السنة، حديث موجود في مسند الامام احمد بن حنبل، وكما قلنا حسن غريب. شو يعني غريب؟ يعني لم يورد او لم يرد بسلسلة اخرى من السلاسل الرواه بهذا المتن إلا في هذا المقام، إلا أنه درجته حسن، يعني يؤخذ به في فهم الأمور، ولا نبني عليه أحكام شرعية غير الأحكام الشرعية المعروفة. أنه على سبيل المثال الشرك حرام، القتل حرام، شرب الخمر حرام، الزنا حرام، يعني نبني عليها الأحكام الشرعية المتعارف عليها ونقويها ونأخذ كشاهد عليها من الممكن هذا الشيء. هلأ في ذكر آخر لهاروت وماروت في الآثار مع ستنا عائشة وليس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال أنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تبحث عن الرسول. شو بتفكروا؟ بتفكروا أنه عائشة ما بتعرفش أنه هو ميت، تبحث عن الرسول، فقالوا لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قضى، يعني مات، ولكن اذهبي إلى عائشة، يعني معلوماته وسره وأكثر إنسان ممكنها تفيدك في الخبر اللي بدك إياه ممكن تلاقيها عند زوجته أم المؤمنين ستنا عائشة. فذهبت إلى عائشة
وبدأت تروي لها وتقول أنها ارتكبت ذنب عظيم وأنها تحاول أنها تتخلص من عبء هذا الذنب. فتطلب منها ستنا عائشة أن تروي لها القصة، يعني قولي احكي لنا قصتك عشان نفهم. فبدأت هذه المرأة تروي قصتها وتقول أنه أنا كنت في بيت وكان لي زوج، وكنت يعني أحيا معه حياة سعيدة جدا، ولكني كنت أرغب بالمزيد، يعني زي كل نسائنا، يعني إذا كان في عندها تلفاز 30 بوصة شو بدها 40، إذا عندها 40 شو بدها 50، إذا عندها غاز 3 عيون شو بدها 5 عيون، إذا عندها غرفة نوم بدها غرفة نوم أجدد، وهكذا يعني مثل معظم نسائنا كانت بدها المزيد. وكان في إلها كان في امرأة عجوز تتردد عندها. ففي يوم من الأيام هذه الامرأة العجوز تخاطبها وتكلمها أنه إذا أرادت أنه هي تستزيد من نعم الدنيا في عندها طريقة، يعني إذا كيف إحنا بنقول يعني مرة تيجي بتسوي إيش، بتخرب مخ مرة تانية. فهذه المرة العجوز خربت مخها كأنه. فبتشكي هاي المرأة لستنا عائشة، بتقول لها أنه أنا وافقت على إني أنا شو أسوي، إني أنا أمشي معها وأشوف شو الموضوع. فاتفقت مع الإمرأة العجوز أن تنتظرها باب البيت بعد دخول الليل، يعني لما يدخل الليل يدخل جناح الظلام، إنه هي تنتظرها باب البيت. وانتظرتها فعلا حسب الموعد، وجاءت المرأة العجوز ومعها كلبين أسودين كبيرين، شو معها كلبين كبار أسودين. يعني الامرأة بتقول أنه هي في بداية الأمر خافت ولكنها تماسكت. فصعدت المرأة العجوز على ظهر كلب وطلبت من المرأة الأخرى أن تصعد على ظهر الكلب الآخر. هون إخواني إحنا نتكلم في قصة ترويها امرأة لا نعرف مدى صدقها من كذبة، يعني ما بنعرف هي بتحكي إشي يعني صحيح لستنا عائشة ولا لا، ولكن إحنا بنروي القصة اللي روتها هذه المرأة لستنا عائشة وجاءت في الآثار. فصعدت هذه المرأة على ظهر الكلب الثاني، فطار الكلبين. الكلبين شو مالهم؟ طاروا كأنهم إيش؟ كأنهم مش كلبين ولكن جايين على أشكال كلاب. وإحنا بنعرف في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، يعني الشياطين قد تتغول على شكل الكلاب السود. ونعلم أنه أيضا الشياطين قد تتغير، أو الجان قد يتغول على شكل حيات البيوت، وقد يتغول على شكل الإنسان وأشكال أخرى من الممكن أن يتغول فيها. المهم يعني الكلبين طاروا. فتقول الإمرأة يعني تكمل قصتها لستنا عائشة إنهم طاروا في منطقة ما بين الأرض والسماء، ما بنعرف شو ماهية هاي المنطقة، وحطا في منطقة كأنهم دخلوا كهف أو مكان معين في جبل، الله أعلم أين هذا المكان. والمرأة قالت لها تقدمي وراح تلاقي شخصين معلقين بأقدامهم من الأعلى ورؤوسهم من الأسفل. طبعا إخواني إحنا في الحديث اللي إحنا رويناه في البداية إنه بعد ما هاروت وماروت قاموا بكل المعاصي، الله سبحانه وتعالى خيرهم ما بين عذاب في الدنيا وعذاب في النار، وهذا من تنتين، قال لهم إيش بدكم، عذاب الدنيا ولا عذاب النار؟ فاختار عذاب الدنيا. فهم يعني في نهاية حديث مسند الإمام أحمد شو بقول؟ فهما معلقين بأقدامهما ويعلمون الناس السحر. يعني هذا المقام، وهذا يعني يتوافق مع الآية القرآنية رقم 102 من سورة البقرة، كمان جاء ذكر هاروت وماروت في هذه الآية. إن شاء الله يعني إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا يعني نصل إلى هذه الآية. المهم إخواني يعني هذه المرأة العجوز تقول إنه راح تلاقي شخصين معلقين بأقدامهم، وهذا يتوافق مع إيش؟ مع الحديث، يتوافق مع الحديث. المهم دخلت المرأة حتى وصلت لهدول المعلقين بأقدامهم إلى الأعلى رؤوسهم من الأسفل، وطلبت يعني سألوها إنه ما حاجتك؟ شو حاجتك؟ هلا بحسب كلام المرأة العجوز قالت لها بتطلب منهم انهم يعلموك السحر. فقالت يعني انا جئت اتعلم السحر، يعني هذه المرأة تقول انه هي جاءت تتعلم السحر لا
احنا يعني سنفترض انه المعلقين هم هاروت وماروت. فقالت لهاروت وماروت انه هي جاءت تتعلم السحر. هلا هاروت وماروت شقلوا لها، قالوا لها ان امرك لا يزال بيدك، يعني انت لسه لحد هلا امرك بايدك، فعودي، انما نحن فتنه. هذا على كلام المراه، انه هي يعني قالوا لها انه هم فتنه، وانه تعلم السحر رح يفتنك عن دينك، وانه لسه امرك بايدك وانت ما تعلمت السحر، ارجع. فاصرت الامراه انها بدها جاي تتعلم السحر. فقالوا لها اذا كنت مصره لتعلم السحر اذهب الى مكان كذا وكذا، في طرف المكان اللي هم موجودين فيه يوجد موقد من النار، يعني في نار مشتعله، بولي في هذا الموقد ثم عودي. فذهبت المرأة إلى المكان اللي أخبروها فيه، فرأت هذه النار، ولكن لما رأت النار وعظمتها خافت، فما بالت في الموقد ورجعت. هلا سألوها هل بلت في الموقد؟ قالت نعم، يعني كذبت على هاروت وماروت. فقالوا وماذا رأيت؟ طب لما أنت بلت في هذا الموقد شو شفتي؟ قالت لم أرى شيء. شو قالوا؟ قالوا لها كذبت، ولا زال أمرك بيدك، فعودي، إنما نحن فتنة، ارجعي. نصيحة يعني بنصحوها، نصيحة لا ترجع. فقالت لا أنا مصرة على تعلم السحر. فقالوا لها معناه اذهب إلى الموقد وبولي فيه. فذهبت المرأة إلى الموقد من جديد واستجمعت قواها وبالت في هذا الموقد. عندما بالت رأت كأنه شيء أبيض خرج من جسدها، ودخان أسود كثيف من النار شو سوى؟ دخل في هذا الجسد. هذا اللي شافته. هلأ رجعت لهاروت وماروت، قالوا لها بلتي في الموقد؟ قالت بلى. قالوا لها شو شفتي؟ قالت له شفت كأنه شيء أبيض خرج مني، وكأنه شيء أسود من النار دخل في. فقالوا لها هذا الشر قد دخل فيك مكان الخير أو مكان الإيمان. يعني كأنه تعلم السحر شو بيقتضي؟ انه الخير يطلع من انسان، وشو يدخل محله؟ يدخل محله الشر. فعلمها السحر، علموها شغلات، او انه اعطوها، او انه هذا الشيء نفسه اللي هي سوته شو كان؟ كان بمثابة انه هي صار في عندها قدرات سحرية. فتخرج هذه المرأة وتعود هي والعجوز الى باب البيت. المرأة العجوز، هذا لسه احنا نتكلم في رواية المرأة لستنا عائشة. فالمرأة العجوز تريد أن تعلم هذه المرأة كيف تستخدم هذه القدرات السحرية. فأخرجت بضع حبات من القمح أعطتها لهذه المرأة، قالت لها ارميهم على الأرض، فرمتهم، يعني بتعلمها. قالت لها قولي ازرع، فقالت ازرع، فغاصت الحبات في الأرض وخرجت سنابل خضراء. قالت قولي احصد، قالت احصد، شوفوا كلمة، احنا نتكلم على كلمة واحدة، احصد. فاصفرت هذه السنبلات ثم بدأت تتقطع وتتحول إلى حبات من القمح، صار بدل مهمة أكم من حبة شو صاروا؟ كومة كبيرة. فقالت قولي اطحن، قالت اطحن، فبدأ هذه الحبات تطحن نفسها بنفسها حتى تحولت إلى طحين. قالت قولي اخبز، قالت اخبز، فبدأت هذا الطحين يتحول بطريقة ما إلى خبز، وتحول إلى خبز في هذا المقام. فهذه المرأة تقول إنه أنا تعلمت السحر، ولكني ندمت ندم عظيم، وأريد أن أستغفر الله عز وجل على هذا الأمر. فقالت لها ستنا عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قضى مات، وأن عليك بالاستغفار وكثرة الاستغفار، وأنك أنت تتوبي عن هذا الأمر، وأنك أنت ما تعودي إله. علمتها الأمور الطبيعية للتوبة كيف علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، ترك المعصية بنية سليمة مع الإصرار على عدم إلها، واستغفار الله سبحانه وتعالى على أنه هو يتوب عليها من هذه المعصية. هذه إخواني يعني القصة الثانية التي نعلمها بخصوص هاروت وماروت. هلا لو احنا انتقلنا إلى الآية رقم 102 من سورة البقرة حتى نرى انطباق هذه الأمور على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين تعلم إيش؟ الناس السحر.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني كمان هاروت وماروت عندهم أمور، يعني ما سماها الله سبحانه وتعالى هون السحر، سمى السحر هي الأمور التي يقوم فيها الشياطين، ولكن كأنه الذي أنزل على هاروت وماروت هو علم رباني بمثابة إيش؟ مثابة السحر، كأنك بتقول أو أنك تعتقد السحر. وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، وما يعلمان بالمثنى، يعني وما يعلمان يعني هاروت وماروت، من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون يعني الناس اللي بروحوا لهم منهما من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني سواء السحر ولا علم هاروت وماروت هو في النهاية أمر وشيء رباني ولا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من يتوجه إلى تعلم السحر ومضرة الناس ما في له، يعني ما في له هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى، يضيع مقامه أمام الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، لأنه يشتري أمور دنيوية ويبيع فيها حظه في الآخرة في الجنة. معنا إخواني يعني هذا المقام اللي كان في هاروت وماروت وهذا ذكرهم. هلا نرجع للآية اللي احنا بدأنا فيها اللي هي الآية رقم 30 حتى ننظر فيها إلى أمور أخرى لعلنا نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإحنا بنعرف إخواني يعني الله سبحانه وتعالى جعلكم خلائف الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا قوم بعد قوم، أمة بعد أمة نحيا في هذه الأرض، والخلافة التي يحبها سبحانه وتعالى يعني الجماعة التي يحبها سبحانه وتعالى على وجه الأرض هي من أقامت حكم الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل بعد نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خلافة على منهاج النبوة لهم الخلفاء الراشدين، ونعلم أن هناك خلافة أخرى ستكون بعدهم في آخر الزمان هي خلافة المهدي، خلافة المهدي. ونعلم وكأننا والله أعلم على عتبة هذه الخلافة الراشدة مع المهدي في آخر الزمان بإذن الله سبحانه وتعالى، على نسق الخلافة التي كانت راشدة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا نحن نتكلم عن الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كأنه سبحانه وتعالى يعلمنا أنه هذه الأرض وهذه الخلافة وهذه الأمم التي سيخلف بعضها بعض على وجه الأرض ستكون صفتها يعني أهم شغلة إيش؟ الفساد، الفساد وسفك الدماء. الفساد وسفك الدماء أهم وأكبر همين موجودين على وجه الأرض وفي خلافة الأرض. وإحنا بنعرف إخواني الله سبحانه وتعالى ربط لنا ميراث الأرض و يعني فقدان هذا الميراث بالفساد وعكسه الصلاح، يعني الصالح هو الذي يرث الأرض والفاسد هو الذي يخسر ميراث الأرض. ونعلم أنه ومن تجعل فيها من يفسد فيها من البداية، بداية الكلمات الله سبحانه وتعالى ربط لنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا الإفساد شو راح يكون؟ هيكون سبب في خسارة خلافة الأرض. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فخسارة بني إسرائيل لا خلافة الأرض إنما تكون بإيش؟ بهذا الفساد. هلأ قد يسأل سائل وكيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سواء كان آدم وذريته أو الأمم اللي بعديها سيكونون من المفسدين في الأرض وسفكت الدماء، كيف عرفت هذا الأمر؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الأرض قبل آدم وذريته قد جعل فيها الجان، يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجان خلقت قبل الإنسان بألفي عام، والله سبحانه وتعالى يقول والجان خلقناه من قبل، من قبل يعني خلق آدم من نار السموم، فالسموم فالجان مخلوق قبل الإنسان بفترة زمنية مقدارها 2000 عام.
وهذا الجان الذي عاش في الأرض أفسد فيها وسفك الدماء، وكانت الملائكة شاهدة على إفساده وسفكه للدماء، وكان إفساده وسفكه للدماء سبب في خسارته إيش؟ الخلافة في الأرض. فالله سبحانه وتعالى سيستخلف صنف الجان بإيش؟ بصنف الإنسان. عشان هيك شو قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة لمين؟ للجان الذي أفسد وسفك الدماء. فقالت ملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مثل مين؟ مثل الجان هذا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنه سبحانه وتعالى يعني كأنه الملائكة بتقول سبحانه وتعالى يعني إحنا يعز علينا إنه مخلوق آخر إنه هو يفسد ويسفك الدماء، ونحن نتعهد إذا ما خلقت مخلوق آخر إنه شو نسوي؟ نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى يقول إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لما قالت الملائكة أتجعل فيها، ما إنه استشهدت بإيش؟ استشهدت بفعل الجان، ولكن أتجعل هو أمر مستقبلي، أتجعل فيها في المستقبل، من يفسد فيها في المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل خليفة في المستقبل. فكان خبر الملائكة أو خطاب الملائكة لله سبحانه وتعالى هو خبر مستقبلي. الخبر المستقبلي إخواني شو بنقول عنه؟ هو خبر غيبي. هو خبر إيش؟ غيبي. يعني الملائكة تكلمت في إيش؟ في علم غيبي. ونسأل هل يحق للملائكة أن تتكلم بعلم غيبي لم يخبرها فيه سبحانه وتعالى؟ شو بنقول؟ لا يجوز إلا أن تضع احتمالية الحدوث من عدمه. يعني قد يعني لو قالت الملائكة أتجعل فيها من قد يفسد فيها، شو بصير الخطاب؟ مقبول. مقبول ليش؟ لأنك وضعت الاحتمالية للحدوث وعدم الحدوث، يعني احتمال. ولكن لما تقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، شو معناه؟ أنت قطعت باليقين أنه الإنسان أو هذا الخليفة اللي راح يكون في الأرض شو راح يكون؟ مفسد. أتجعل فيها من يفسد فيها، وشو كمان؟ ويسفك الدماء. فهذه هذا القطع باليقين في أمر مستقبلي غير جائز إخواني، ولا يجوز لأي مخلوق أن يقطع بأمر مستقبلي غيبي لم يخبر فيه سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال أنا أقول ستشرق الشمس من مغربها، يجوز لي ولا لا يجوز لي؟ يجوز لي. ليش؟ لأنه هذا خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن أجي أحكي على حدث، يعني أقول بكرة بدنا نعطي درس، هل يجوز لي؟ شو بنقول؟ لا يجوز إلا أن نضع المشيئة لله سبحانه وتعالى. شو بنقول؟ إن شاء الله غدا سنعطي درس. فهيك لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأمر المستقبلي تضع فيه الاحتمالية، تمام، هلا بنكمل إن شاء الله. فالاحتمالية لحدوث الأمر المستقبلي تجعل خطابك مقبول، ولكن القطع بأمر مستقبلي لم يأتي من قال الله وقال الرسول غير جائز، إلا أن تضع وتربط بإيش؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هيك بيصير الخطاب مقبول. عشان هيك لما قالت ملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. شوفوا إني أعلم ما لا تعلمون، شوفوا الجملة اللي الله سبحانه وتعالى، الكلمات اللي الله سبحانه وتعالى وضعها لطيفة، يعني ما كان فيها توبيخ للملائكة، ما قال لهمش لما ادعيتم علم الغيب، ما قال لهمش لا يجوز لكم ادعاء علم الغيب، ما قال لهمش ما تكلمت فيه كذب، شو قال لهم؟ إني أعلم ما لا تعلم. كلمات لطيفة، مش شغلة حرام، نقول يعني الأفضل يجب أن تقول لربما إن شاء الله تربطها بمشيئة، أي نعم. الأمور الغيبية لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. عشان هيك بنقول تمام. هلا الله سبحانه وتعالى بعد ما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون بده يعلمهم الصح، يعني مش تركهم على الخطأ اللي كان موجود عندهم، شو بده يسوي؟ يعلمهم الصح. وعلم آدم الأسماء كلها، من جاب آدم وعلموا الأسماء. هلأ علم الأسماء فين بده يكون؟ احنا بنعرف في الدماغ،
والملائكة نورانية من نور، يعني تستطيع أن تنفذ عبر الأمور، يعني تقدر الملك يدخل ويوقف على دماغك من جوا بيقدر، ولكن هل يستطيع أن يقرأ ما في دماغك؟ لا يستطيع. الله سبحانه وتعالى وضع المعلومات في عقل آدم في دماغه وقال لهم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. يعني صورة لها أسهم، على سبيل المثال ما بيقدر. عشان هيك يعني علم آدم مجموعة من الأمور، الأسماء كلها، كل الأمور أو الأسماء اللي بيحتاجها آدم أو كل الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى فرجها لآدم علمها أسماءها، علمه الأسماء تبعتها. ثم عرضهم، يعني عرض الصورة بدون الأسم على الملائكة، وشو قال لهم؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين في ادعائكم اللي قلتوه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا كنتم صادقين أنبئوني. يلا أنتم أول شيء تكلمتوا في علم غيبي، هلا إحنا شو نتكلم؟ بعلم محشور داخل دماغ آدم، وأنتم قادرين على الدخول لدماغ آدم، ادخلوا لدماغ آدم وطلعوا لي الأسماء إذا كنتم فعليا تستطيعوا أن تروا الغيب إن كنتم صادقين. هلا الملائكة شو سوت؟ عرفت إنه هي لا تستطيع أن تعلم حتى ما هو أقل من الغيب إلا إذا الله سبحانه وتعالى علمها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هون شو صار؟ الإقرار للملائكة. وهون إخواني يعني هذه فيها كمان درس، يعني قد يخطئ الإنسان، وكل بني آدم خطأ، ولكن إن أخطأ الإنسان شو بده يسوي؟ طوالي مباشرة يعترف بخطأه ويقول أنا أخطأت، أخطأ عادي ما فيها شيء، ولكنك أنت تصر على الخطأ هذا غير وارد، هذا اسمه كبر، أنت تكبرت عن الحق لما تبينت الخطأ. أما المؤمن لما يخطئ ويتبين له الحق يعود مباشرة عن خطأه ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنا أخطأت وأطلب إن أنا شو أسوي؟ أنا أرجع لجهدت الصواب. عشان هيك إخواني الله سبحانه وتعالى يعلمنا هون الدرس، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم إلك والحكم إلك. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، مش تركهم، يعني لأنه صار معطيهم صور، هاي الصور اللي معطيهم إياها فرجيهم إياها، شو بده يسوي؟ بده يعلمهم الأسماء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، طلع هون هلأ بدأ الخطاب، قال ألم أقل لكم، شو قال سبحانه وتعالى؟ إني أعلم ما لا تعلمون. هلأ شو بقولهم؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني أنتوا تكلمتوا بعلم فكرتوه مع أنه غيب، ولكن سيحدث على الحقيقة، لربما حدث وهو حدث، يعني احنا بنعرف أن الإنسان شو سوى؟ أفسد في الأرض وسفك فيها الدماء، ولكن انه يحدث الشيء اللي تكلمت عليه هذا مش معناه انه في لك الحق انك انت تتكلم انه سيحدث. الحق لمين؟ فقط لله سبحانه وتعالى. قال فالله سبحانه وتعالى شو بقولهم؟ قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني كنتم تعتقدون وكتمتم بناتكم انكم تعرفوا الغيب، تقدروا تتنبأ وتعرف شو في الغيب في الغد، ولكن هذا الاعتقاد انكم قادرين على معرفة الغيب هون هذا شو صار فيه؟ زال. لما ايمتان؟ لما الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعرض هاي الأسماء على الملائكة، وانتم شفتوا انه ما في عندكم قدرة على علم الغيب، فقط وقتها تبين لكم وخرج من قلوبكم انه انتم في عندكم قدرة على معرفة الغيب، والتكلم في أمور الغيب غير جائز. هون إخواني يعني نتوقف هنا قليل ونستفيد من هذا الأمر شيء في أمر حدث اليوم أو يحدث باستمرار بخصوص المهدي. بخصوص المهدي احنا بنعرف أن المهدي ستتم بيعته ما بين الركن والمقام، وأنه سيدل عليه. هذا من فين بنعرفه؟ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أستطيع أنا أتكلم في شيء في الغد من غير ما يكون في عندي عليه دليل من قال الله وقال الرسول؟ لا يجوز. تكلمنا الآن أنه لا يجوز التكلم في أمور غيبية إلا أنك أنت بتحطها من باب التوقع، وشو بتربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في عندك دليل شرعي على الأمر المستقبلي، من حقك أنك تتكلم فيه ضمن الإطار أو ضمن الكلمات
اللي جاءت من قال الله وقال الرسول دون الخروج عن حدودها، لا بتزيد ولا بتنقص، بتتكلم في نفس الكلمات. فاحنا بنعرف انه المهدي ستتم بيعته ما بين الركن والمقام، والغالب هون شو بقول الغالب انه ستتم هاي البيعه من 7 من العلماء، وسيكون مع هؤلاء العلماء 313 من الانصار اللي بناصروا العلماء السبعه في بدايه البيعه. هلا بنقول انه حسب احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه المهدي سيفر من هذه البيعه. شو يعني سيفر من هذه البيعه؟ بيقول لهم انا مش انا المهدي، ما بعرف عن هذا المهدي. هلا بنقول اخوان ان قال المهدي زي ما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام انه مش انا المهدي، مش انا المهدي، لانه شو معناه؟ معناه بيعرفش عن حاله انه هو المهدي. هل يعقل انه يقول عند البيعه مش انا المهدي وقبل يقول انا المهدي؟ لا برضه لا. شو معناه؟ معناه على طول الخط شو بكون؟ عماله بقول انا مش انا المهدي. ولو واحد اجى قال له انت المهدي شو بقول؟ لا انا مش المهدي. ما بيعرف حاله لانه هو المهدي. لو بيعرف حاله انه المهدي لما يجوا يبيعوا شو بيقبل؟ بيقبل البيعه، مش بهرب منها، مش بهرب منها، ومش بقول انا لست لها، انا مش صاحبها، ما بفر منها. فيقتضي انه حتى يكون المهدي هو المهدي ان يكون على طول الخط شماله بقول انه مش المهدي. وهذا كمان يا اخوان شو بيعني؟ بيعني انه المهدي ما بيجي من تحت الطاوله بقول لفلان او لعلان خبره انه انا المهدي. ليش؟ لانه لو قال لفلان انشر انه انا المهدي، وانا لما حدا يسالني بقول لي انا مش انا المهدي، شو صار اسمه؟ صار اسمه يعني التفاف على الامور، لانه هو بده يقول ولكن مش بلسانه، بلسان اخر. هذا الاخر بيحكي بلسان حال هذا الشخص الاولاني. يعني بدك تقول انا مش المهدي بس تقول لواحد ثاني انت قول لهم انا المهدي، شو معنى هذا اسمه؟ هذا اسمه التفاف. وهذا الالتفاف ايضا شو بيعني؟ بيعني انه في خلل في الموضوع وانه هذا الشيء غير جاهز. عشان هيك اخوان القاعده اللي بدنا نرسيها ونمشي عليها عشان نقدر نعرف من هو المهدي، انه المهدي لا يزكي نفسه لا من خلال كلماته ولا من خلال كلمات يضعها على لسان غيره ولا حتى من خلال اقراره لغيره انه يقول انت المهدي. شو يعني من اقراره لغيره؟ يعني هو بيقول انا مش المهدي، واحد بيجي بيقول له انت المهدي، شو بيقول له؟ مش بتم ساكت، شو بقول له؟ بقول له لا مش انا المهدي، انت غلطان. هلا اذا سكت شو معناه؟ معناه اقر السكوت اقرار. واحنا بنعرف في السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يسكت عن امر شو معناه؟ كان يقر بصحته. فالسكوت عن الامر لما يخبر فيه كانه اقرار على الموافقه بهذا الامر. وانك انت تقر لنفسك انك انت المهدي شو بيعني؟ بيعني انك انت خرجت من الفهم اللي احنا فاهمينه لاحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه المهدي يفر من البيعة. عشان هيك يا اخوان اللي بدي اقول انه المهدي وانصاره وان كان عالم وطلابه ما بقول عن نفسه انه هو المهدي لا بلسان ولا بلسان غيره ولا يقر غيره بالسكوت إن قال غيره له أنه هو المهدي. هذه بدها تكون قاعدة. فكل من قال عن نفسه أو أقر لنفسه أنه هو المهدي يخرج من دائرة المهدي. هلأ من ناحية تانية يا إخوان، قد يكون هذا الإنسان صادق. في فرق بين ما يكون صادق وبين ما يكون مصيب. يعني نأخذ من الآية القرآنية اللي إحنا بدينا نحكي فيها، لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نسأل هل كانت الملائكة مصيبة ولا لا؟ شو منقول؟ نعم الملائكة كانت مصيبة. يعني الإنسان على وجه الأرض طول رحلة حياته كان إيش؟ مفسد ويسفك الدماء، فهي مصيبة. ولكن نسأل هل كانت الملائكة صادقة عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شو منقول؟ لا لم تكن صادقة. ليش؟ لأنه الصدق يتطلب أنه كلامك يكون ضمن الإطار الشرعي حتى لو كان مصيب. فلا يكفي أنك تكون مصيب، شو لازم تكون؟ صادق. يعني لازم تكون مصيب وصادق عندما تتكلم. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو بقول لها؟
إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. فهو الكلام أصاب وجه الحقيقة والهدف اتحقق والقالولة اتحقق على الواقع، إلا أن سبحانه وتعالى لم يقبل أنه كلامه يكون ضمن إيش؟ إطار الصدق. حتى أن يكون ضمن إطار الصدق يجب أن يكون ضمن إطار الشرع، أن لا تتعدى على كلام الله سبحانه وتعالى في التكلم عن الغيب. هلأ لو سألنا، طيب لما الله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم صادقين، هل هذا يعني أن الملائكة كانت تكذب؟ نقول حاشا وكلا، الملائكة ما كانت تكذب، ما كانت تكذب. يعني لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما كذبت الملائكة ولكنها ما أصابت. طيب كيف، إيش الكلمة اللي بدنا نستخدمها وندل فيها أن الملائكة كانت مصيبة، الملائكة لم تكن صادقة، الملائكة لم تكن كاذبة؟ شو الكلمة المناسبة اللي بنستخدمها؟ أن الملائكة أخطأت. شو مالها الملائكة؟ أخطأت. فالملك وهو ملك قد يخطئ ولكن لا يكذب، الملك لا يكذب ولكنه قد يخطئ. فإن أخطأ يجب أن يرتجع إن علم الصواب، يعني إذا كان عارف الصواب صار عارف الصواب وفهم الصواب شو لازم يسوي؟ يرتجع. هل ارتجعت الملائكة ولا ما ارتجعت؟ ارتجعت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، شو نسميها؟ ارتجاع ورجعة إلى الحق. رجعت الملائكة إلى الحق، إنه هي أعادت الصواب والصدق لله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني بنقول إنه أحيانا بتكون أنت مصيب ولكن لا تكون صادق، وأحيانا بتكون صادق ولكنك لا تكون مصيب. كيف يعني بتكون صادق وما بتكون مصيب؟ يعني أنت من داخلك، من داخلك لما تتكلم بالشيء تتكلم بناء على أمور شايفها حق، فأنت صادق في الكلام اللي أنت بدك تطلعه. يعني أنت على سبيل المثال بتقول والله أنا شفت كذا وكذا بأم عيني، بس اللي أنت شفته شو كان؟ ما كانش هي الصورة الواقعة، أو أنك أنت حللتها بطريقة مش صحيحة. فأنت قد ترى أمور بأم عينك وتسمعها بأذنك ولكنها لا تكون عين الصواب على الواقع. عشان هيك في أناس إخوان يعني بيجي بقول لك أنا المهدي، تحكي معه تدخل لقلبه طبعا، يعني بتدردش شوي شوي، تدخل داخل قلبه شوي شوي، تبدأ تتحسس الأمور الموجودة في قلبه فتجد فيه الصدق، إنه هذا بني آدم بيحكي بالصدق، ولكن الكلام اللي بيحكيه شو ماله؟ بعيد عن الحقيقة. فبنقول عنه هذا صادق ولكنه ماله؟ ليس بمصيب. هلا لو جينا للصادقين اللي بيتكلموا بالصدق بقول لك أنا المهدي، راح نلاقيهم بالميات. يعني أنا يوميا يعني بيكلمني عشرات وكلهم بيعتقدوا حالهم إنهم مالهم المهدي، عشرات يوميا يعني، وأنا بحاول قدر الإمكان إنه أنا ما أكسر بخاطر أي إنسان وأنا تمني ماشي معه إلى آخر الخط، يعني واحدة واحدة لحد ما هو يقدر يحط إصبعه على النقطة إنه يفهم إنه هو مش هو المهدي. فهو بكون صادق في كل كلامه وبحكي لك كل الشغلات والصفات اللي موجودة والشغلات اللي بتصير معه، وبكون عنده أخلاق عالية وعلم غزير وأحاسيس صحيحة، وأحيانا بيكون في عنده رؤى صادقة، بتكون رؤى صادقة، ولكن يعني بيكون في عندك نقطة، نقطة من سير الحديث اللي أنت ماشي فيه تقدر توصل من هاي النقطة إنه هو مش هو المهدي. وأحيانا يعني في ناس بيكون وصل لحالة ذهنية إنه خلص أغلق على نفسه إنه هو المهدي، يعني مش مستعد إنه يمشي معك خطوة خطوة ويفهم فين النقطة عشان يحط إصبعه عليها يفهم إنه مش هو المهدي. بتقدر خلص هو يعني مقتنع 100% وشو ما حكيت على الفاضي. فمثل هؤلاء الأشخاص يعني أنا بضطر إن أقول لهم إنه أو إني أنا أغلق معهم النقاش بجملة أخيرة، بقول إنه أمر المهدي أمر مقدر، أمر المهدي أمر مقدر، والمهدي إن فر من المهدوية لن يستطيع أن يفر منها، سيجبر عليها. فإن كانت لك، إذا كانت المهدوية لك، راح تجيك على طبق من ذهب رغما عنك غصبا عنك، ستتم عملية بيعتك، ستتم بيعتك. وإذا ما كانت لك، ليش تتعب حالك بتضيع يومك صلاتك وذكرك واستغفارك وأمرك بمعروفك ونهيك عن منكر؟ ليش بتضيع اليوم وانت بتفكر في البكرة؟ عيش يومك واترك بكرة لبكرة. عشان هيك إخواني اللي بنقوله صفات المهدوية قد تنطبق على كثير من الناس،
وانا كثير من الناس اللي بيحكوا معاي تنطبق عليهم كل الصفات اللي موجوده في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، سواء جسديه سواء خلقيه وسواء خلقيه تنطبق عليهم. الا ان انطباق الصفات الخلقيه والخلقيه، الخلقيه والخلقيه انطباقها على هذا الشخص لا تعني انه هو المهدي. متى يمكن قطع الشك باليقين؟ فقط عند اجتماع سبعه من العلماء، عند اجتماع هؤلاء السبعه والسبعه مع بعضهم شو يقولوا؟ هذا هو المهدي. وقتها شو بيسوي؟ ينقطع الشك باليقين. وتصديق اجتماع هؤلاء السبعه من العلماء انه فلان هو المهدي، شو بده يكون؟ الخسف بجيش السفيان. فتكون اشاره الخسف بجيش السفيان كما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام تصديق لصحه ايش؟ هذا الرأي اللي اجتمع عليه السبعة من العلماء على انه فلان هو المهدي. فهدول العلماء السبعة بده يكون في عندهم علامات، وهي العلامات يعني صعب جدا انك انت تجتمع. يعني اخواني احنا اليوم وللأسف اذا جمعت انسانين مع بعضهم في غرفة واحدة عشان تخليهم يتفقوا على كم من نقطة، يعني يمكن تقعد ساعات وساعات وساعات وما يجتمعوش وتمهم مختلفين. فما بالك لما بدك تجمع سبع اشخاص يتفقوا على شخص واحد؟ سيكون الأمر صعب. فإن اتفق هؤلاء السبع على أنهم فلان هو المهدي، شو معناه؟ معناه أنه صار في عنا قاعدة عظيمة بتقول لنا أنه هذا الشخص يعني على الغالب بنسبة 99.99% هو المهدي. شو بتم بدنا هلأ؟ الإشارة الربانية. هل الحكم الآدمي للعلماء السبعة هدول سيصدقوا وستصدقوا آية ربانية؟ وشو هي الآية الربانية؟ أن يأتي جيش يخرج إلى المهدي اسمه جيش السفياني ويخسف في الأرض. الله أكبر الله أكبر. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير ويبارك بأعماركم إن شاء الله.